ولا انت فاكر اني بعترضكم بعيد عني؟ همريح قلبي، ده انا خايفة عليك، مقهورة على مروان، على جريل وعلى بعده عني. انت موجوعة يا أم؟ لا، مين قالك دي؟ لا موجوعة. انت ليه يا أم مش عايزة حد يحس بيك؟ ليه ما بتشتكيش؟ ليه ما بتقوليش اللي واجهك؟ عشان ما فيش حاجة تهزني. ليه يا أم؟ جبل؟ صخر؟ قلبك حجر؟ لا يا أم، استحيل. ليه استحيل؟ عشان خاطر قهرتك دي اللي أنا شايفة. بلاه الكلام الفارغ، يلا قوم روح لعروستك يلا. بس أنا عايز أقعد معاكي. وأنا ما عايزكش تقعد معايا. روح شوف حالك يلا. وخلي بالك، أوعى عينك تغمض، غيرك عينه مفتحة ومستني ياخد روحك. ليه أما دايما في حد بيفكر في الأذية؟ ليه دايما في حد عايز يموتنا عشان هو يعيش؟ دايما في حد عايز يدوس عليا، لازم أسبقه بخطوة، ليه ياما؟ هي دي الحقيقة. ليه ما تكونش الحقيقة غير كده؟ بعدها لك يا حسن. يلا، يلا قوم روح. شوف بيتك وشوف حالك. والبيت الكبير، بيتنا. البيت الكبير. البيت اللي هتكون فيه جبرية. هنا يما؟ في البيت ده؟ لا، مش هنا. بعدين أقول لك.